حياكم الله مشاهدينا الكرام، طبعا شكرنا وتحياتنا إلى أحمد شرار على ما تفضل به من موجز الأخبار. نتواصل وياكم بفقرات حلقة هذا اليوم من صباح كربلاء، كما عودناكم في فقرة أسرار وخفايا نتعرف على معلومات مهمة جدا في حياتنا العملية. إذن إن شاء الله نرحب بالدكتور عبد الكريم الخفاجي لايف كوتش، وكذلك خبير طاقة الأحرف والأرقام والألوان، وأيضا استشاري التحليلات البيانية وتحليل الشخصيات. حياكم بداية الله. نعم، حياكم الله دكتور عبد الكريم الخفاجي. أسعد الله صباحكم. أحسنتم، صباح الخير. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين. تحية لكادر صباح الخير كربلاء المقدسة، والتحية موصولة طبعا لمتابعيكم ومشاهديكم الكرام. صباح الإيمان، صباح البركة، صباح السعادة بمناسبة اقتران أعياد الربيع مع قدوم شهر رمضان المبارك، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يكون أيام خير وأمان وسعادة وبركة للجميع. أحسنتم، الله يبارك بكم دكتور. دكتور، إن شاء الله اليوم نريد نعرف من حضرتك كيفية حساب الرقم الخاص بي وما تأثير هذا الشيء. بداية، كيف أعرف اليوم حساب رقم الطاقة أو الرقم الخاص بي؟ تفضل. أحسنتي. طبعا ذكرنا سابقا أن هناك ثلاث طرق رئيسية، أكو طرق يعني كثيرة بس ثلاث طرق رئيسية. شرحنا بالمرة السابقة على الأحرف و يعني ما يقابلها، حتى يعني نطلع الاسم، نطلع الرقم الطاقة من الاسم، فكل حرف طبعا له فد رقم خاص. إذا ممكن الأستاذ المخرج يعني يطلع لنا الصورة رقم واحد. لا العفو، الصورة رقم واحد أستاذ حسام. نعم فهذه الأحرف كل حرف إلى مقابلة رقم. ومن هذه الأرقام راح نطلع رقم الطاقة. الشغلة الثانية هي الميلاد، فإذا ممكن الأستاذ حسام طلع لنا الفيديو. من تاريخ الميلاد طبعا راح نشرح تاريخ الميلاد، و فنشوف هذه مثل هذه المواليد اليوم 22/3، فأخذنا مثلا على سبيل المثال يعني هذا الرقم 22/3/1983. فهذا الرقم خلينا نشوف يعني نجمع الاثنين زائد اثنين زائد ثلاثة زائد ثلاثة زائد ثمانية زائد واحد زائد يساوي 28. إنه بنصغر هذا ال 28، 8 زائد 2 يساوي 10. فإنه بنصغرها، 0 زائد 1 راح يساوي لنا 1. وإذا تتذكرون يعني طلعنا احنا الرقم 1 يمثل الإرادة والقيادة. صحيح. والبيئات الإيجابية. صح. والاستقلالية. طبعا والتحدي والحرية. الرقم الثاني، الميلاد الثاني، هو 22/3/1971. 2 زائد 2 زائد 3 زائد 1 زائد 7 زائد 9 زائد 1 راح يساوي لنا 25. 5 نصغرها بعد، 5 زائد 2 راح يساوي لنا 7، وهذا الرقم 7 طبعا اول رقم بدينا به، ورقم هو رقم الحكمه والمعرفه والحدث وربط العالم المادي بالعالم الروحي. الميلاد الثالث 22/3، يعني طبعا من 83 نقصت 12 وصلنا 1959. 2 زائد 2 زائد 3 زائد 9 زائد 5 زائد 1 يساوي لنا 31. 1 زائد 3 يساوي لنا 4. طبعا هذا الرقم 4 احنا ما شرحناه، فان شاء الله بالحلقات القادمه راح نشرحه. وبالنسبه يعني الشيء الثالث هو الرسائل الكونيه، والرسائل الكونيه ان شاء الله نشرحها في حلقات أخرى. طيب عفوا دكتور عبد الكريم. بماذا أستفيد إذا عرفت رقمي الخاص؟ يعني بماذا يفيدني ذلك؟ نعم أحسنتي. بالنسبة للرقم الخاص، يعني إذا عرفت الرقم الخاص مالتي راح أقدر أعرف التخصص العلمي اللي يناسبني، أعرف التخصص بالعمل اللي يناسبني، أعرف حتى أعرف نفسي.
يعني اكو قول للامام علي عليه السلام عليه انه السلام. من عرف نفسه عرف ربه، واللي عرف ربه طبعا هذا راح يعرف الحياه كلها. وكذلك يعني من خلال الرقم مالتي راح اني اعرف كيف اتناغم ويا الاخرين. نعم. وطبعا اعرف شلون احقق مشاريعي واهدافي. طيب انت اليوم ذكرت كيف اتناغم مع الاخرين، يعني هل ايضا المفروض اليوم اعرف الرقم الخاص بالشخص المقابل وماذا استفيد من هذا الشيء؟ احسنتي، بس فقره بسيطه قبل هذا السؤال. نعم. يعني احنا قلنا الرقم الخاص يعني يجي من الاسم ويجي من المواليدين. نعم. فيعني الأرجو من يعني العوائل والوالدين أنه يهتمون بهذا الشغلة. الاسم يعني ضروري الاسم يكون فهذا اسم جميل. نعم. وبالنسبة للميلاد ضروري ينكتب الميلاد الصحيح، لأنه الباري عز وجل يعني هذا هدانا المولد. المولد يعني باليوم والشهر والسنة، يعني هذا فهذه هدية من رب العالمين، فيجب الاهتمام بها، لا واحد يغيره. عاشت ايدك. زين. يعني نص الشعب العراقي هو ربما كان سابقا دكتور عبد الكريم. نعم. يعني الناس. نعم. تجهل هذا الشيء، لكن الحمد لله اليوم رغم يعني التطور اللي حصل. نعم نعم. كل انسان. نعم. يعرف تاريخ ميلاده، وحتى اكو امهات يدونون الساعه واليوم والوقت. نعم نعم. كل هذا الشيء يدونه. نعم. نعم هي كل هذه تفيد طبعا، هي كلها تفيد. نعم, نعم. بالنسبة لسؤالك العفو إذا ممكن تعيدي لي. نعم، اليوم ماذا أستفيد إذا عرفت الرقم الخاص بالشخص المقابل إلي؟ نعم نعم. أنا إذا عرفت الشخص المقابل راح أعرف شلون يعني أتناغم وياه وأتعامل وياه، وطبعا هذه طبعا تفيدنا وين؟ يعني تفيدنا مثلا بالصداقات، تفيدنا بالصف الصفوف يعني بالطلاب بالمدارس، تفيد بين الزوجين مثلا، تفيد يعني في كثير من الأمور اللي يصير بها يعني تعشيق بين طرفين. نعم أحسنت. طيب عفوا دكتور، ذكرتم أن يعني الاستفادة من الرقم الخاص في الحياة العملية، يعني كيف يمكن أن أستفيد منه بحياتي العملية؟ أحسنتي. نعم. ولو شوي يعني السؤال شوي أرجع شوي على القديم، يعني بالنسبة لما مثلا تعرفين رقم المقابل. نعم. يعني على سبيل المثال، مثال بسيط يعني هو هذا، يعني هسه ترتيب الطلاب داخل الصف. نعم. شلون يكون يعني هسه مثلا يعني حسب الطول او حسب درجه البصر اللي يشوفها. احسنتي. نعم. احسنتي. نعم. احسنتي ست اسراء. يعني احنا ماخذين الطول فشيء اساسي. نعم. بينما هسه بالدول المتطوره اخذت هذا الشغله على عاتقها وخلت قام يصير التنسيق بين طلاب واحد بصف الله وفق التناغم بيناتهم. واحدة من الطرق هي طريقة الأرقام. حلو. أي. أما بالنسبة لسؤالك يعني بالنسبة للأحرف والأرقام، ذكرنا احنا سابقا بأنه ما أكو شيء صدفة، فالحرف هو عبارة عن جسد والرقم الروح مالته. نعم. وهذه طبعا احنا طاقة الأرقام والأحرف يعني هواي أكو هاي علوم صرفة وليست تنجيم أو مثل ما يقولون الشعوذة، فهذه تستخدم هواي في مجال العلوم الطبية ومجال العلوم الهندسية والاجتماعية وفي مجال العرفان وفي مجال المناخ. يعني بعد شوية راح يطلع لنا أستاذ كرار الوزني مثلا التنبؤات. نعم. تنبؤات الطقس يعني. نعم. هذا علم هذا. صح. وليس يعني مثلا تدخل في الغيبيات في شؤون الخالق. نعم, نعم. فهذا يعني. نعم. هذا العلم يتطور عندنا هالشكل. وكذلك اكو علوم يعني مثلا علم الجفر وعلم مثلا يعني مثلا العلوم الطبيعيه لها علاقة يعني منا نستفاد من عدها. نعم. يعني على سبيل المثال مثلا أخذنا الرقم 40. نعم. الرقم 40 مثلا ينقسم إلى جزئين 20 و20. أي هذا يعني مثلا نستفاد من هذه الشغلة من صناعة مثلا الخل مثلا على سبيل المثال. فالخل نجي على هذا طاقة الرقم 40 20 يوم تنفس لا هوائي. صح. يتقبغ تماما، و20 يوم لا نفتحه، وقبل يوم من هذا الموعد راح يكون هذا طبعا حرام بعدما يعني كامل. تلاحظ الدكتور عبد الكريم يعني عذرا للمداخلة، كل هاي الأشياء اليوم اللي صارت
وطبقناها يعني من خلال التطور الحاصل. يعني نشوف أجدادنا وآبائنا قبل كل هاي الأمور ملمين بيها، جائز عن فطرة، جائز اكتسبوها من أهلهم أيضا سابقا، لازم لكن اليوم إحنا بعد الدراسة وبعد التطور نشوف كل الأشياء اللي قالوا لنا إياها هي بيها مثلا مزايا وبيها علوم يعني خاصة، يعني مثل ما قلت أنت على الخل، يعني شوف هي مرتبطه بالطاقه وبالاحرف وبالارقام. احنا قبل كانوا اهالينا يقولون اذا خلينا الخل لازم 40 يوم ما نفتحه، نعم، ما يدخل له هواء، نعم. يعني هاي كل الامور اليوم احنا تعلمناها قبل، لكن اليوم الحمد لله بعد الدراسه والتطور عرفنا شنو الغايه منها. احسنتي. انا اذكر كلام للسيد الفاضل احمد الصافي أمين سر العتبة العباسية، نعم. قال إحنا يعني جديرين بكل الأمور ولكن عندنا ضعف في عملية التدوين، نعم. فهذه إحنا يعني عندنا إرث كبير، صحيح. كنز كبير ولكن يعني ينقصنا يعني بعض التدوين. فإن شاء الله يعني هاي الناس الطيبة اللي يعني هسه حاليا اللي يعني متصدرة للموضوع إن شاء الله تدون هذه الأمور كلها، وإن شاء الله نكون إحنا فاعلين في هذا المجال إن شاء الله. إن شاء الله. الله يبارك فيكم. طبعا شكرا جزيلا لكم دكتور عبد الكريم على هذه المعلومات القيمة والجميلة. شكرا جزيلا لك. الله يحفظكم. شكرا جزيلا دكتور. الله يحفظكم بالخدمة إن شاء الله. في أمان الله. الله يحفظكم.